ليه؟ انها هتفقد جزء من شخصيتك. لا الهزار عمره ما بيفقد شخصيتك. لا هتهزري تقولي له ايه؟ لا مش ههزر، يعني لو ممكن مثلا حد يكون بيلعب بيعمل كوره بطريقه معينه تروح ضحك له ضحكه مش هزار. يبقى لازم اضحك للغير. طب وليه لا؟ ما هو انا النهارده انا نازل عمر ما الضحك بيقل من شخصيه اي حد. انت بتضحك ما شفناك بتضحك. انا بضحك لكن ما ينفعش اهزر مع العيب. ما ينفعش اهزر مع العيب لان هزرنا انا في الملعب نزل انا قاضي، ينفع القاضي على المنصة يهزر مع لا التهم. بس ينفع رئيس الجمهورية يهزر مع الشعب بتاعه قبل ما يلقي محاضرة؟ لا رئيس الجمهورية يهزر لكن القاضي هيدي قرارات. فلو هزر لأنه الرئيس يحب الشعب. اه طبعا. لكن القاضي ما بيحبش الناس اللي بيحاكمهم. بيحب اللعيبة المفروض ولا هو شيء طبيعي ان الحكم ولا ايه؟ الحكم بيحب اللعيبة وبيحب مهاراتهم وبيحب يستمتع بأدائهم. طب انا كان ليا سؤال تاني. لو انا جيت انا داخل انا حكمة المؤنث صح؟ لو انا حكمة داخل يعني. الملعب تمشي اوكي. لو انا حكمه وداخل الملعب تمام، هل لما قبل ما ناديهم عشان اقول المحاضره دي بصيت مساء الخير او يعني مجرد ايماءات بالعينين كده وزعت عينيا ابتسامه هتفرق ولا اتفضلوا ويلا وبدي المحاضره؟ لا الابتسامه مطلوبه. يعني الرابور التلج بيتكسر الاول بالظبط. الابتسامه مطلوبه في يعني زي ما الدكتور ياسر قال ان انا بحكم بين بلدين ما يعرفونيش بالظبط تمام. انا مفروض ان احنا في تفتيش على بعض اللاعبين على الخواتم السناسل زي اللاعب ملابس اللاعبين بن 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 بنعمل تفتيش عليها بن بن بنفتش عليها. ممكن تقول له اقلع تشينج باسلوب جاف وممكن تقول له نو 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 نو. طب حضرتك اسلوبك ايه لو ماتش دقولي ولقيت لعيب مثلا لابس خاتم ممكن يبقى لا بخليه لا وبرده اسلوب ابتسامه جميله من فضلك كده يعني تقدر تحافظ على ده. اقدر احافظ طبعا لان دي بتساعد من قبل المباراه ما تبدا. طب امتى يا عمر بتفقد ابتسامتك؟ نعم امتى بتفقد ابتسامتك؟ انا بفقد ابتسامتي لما احس ان اللاعب انا شايف ان انا ما ينفعش ادي بطاقه حمراء وانا ببتسم. لا ما عنديش طب ده طبيعي ده بديهي بقى ده ملوش دعوه باي علم ده ليه دعوه بالبديهيه. بتدي انذار وانت بتبتسم؟ لا الانذار شيء يعني ما ينفعش يعني البطاقه الحمراء انت بتبعد لاعب عن شيء جميل اللي هو بيحبه نتيجه خطا ارتكبه غصب عنه من الممكن زي سيريس فاول بلاي لاعب مندفع متهور عمل شيء يستاهل عليه بطاقه حمراء بخلاف السلوك المشين ان يعني لاعب ارتكب سلوك مشين هو متحفز بيلعب ارتكب سيريس فاول بلاي فانت بتديله بطاقه حمراء. ما ينفعش ان انت بتمنعه من شيء جميل بيحبه وتضحك له. لا طبعا ما حدش طلب دي. الابتسامه تطلع في اوقات انذار وهو مقتنع انه واخد الانذار. الابتسامه ممكن تطلع للاعب جاب هدف جميل وارد يعني انت ممكن تعجب بهدف وانت حكم المباراه. طبعا الحكم بشر بيستمتع زيه زي اللاعبين. انا ممكن استمتع بهدف في المباراه بس ما بينش. طب انا هاخده انا بس ما بينش. انا لو انا لاعب في الفريق اللي جه فيه الجول ما بينش. لو بينت ابقى انا هيتاخد عني. انت عارف ان احنا يعني كل حركه وكل إيماءة أيوة بتتحسب عليك. ما هي دي بقى عشان كده كمان ما هي دي بقى طالما بتتحسب ليه ما بنحسبهاش؟ احنا بنبتدي من قبل المباراه لحد اللقاء مع الاعلاميين يعني احنا بالظبط كده. النهارده لو على سبيل المثال شيكابالا جاب جون او هدف جميل او ابو تريكه جاب هدف جميل وانت رحت ضحكت معاه بقيت انت يا اما ابيض او احمر. لا ما احنا قلناش تضحك وتهزر. هيك ممكن تعمل ايه كده لكن انت لما بيحصل يعني حتى برضو القانون ساعدنا في حاجه ان لما لعيب يجيب هدف او يحرز هدف على الحكم ان يعني يستأنف المباراه بسرعه. فتلاقي الحكم ما بيروح يستدعي اللاعبين ان هم يرجعوا وسط ملعبهم مش هتلاقيه بيبتسم او بيبقى هو عايز يستأنف اللعب بسرعه نتيجه المباراه وحاجات كتير في القانون. فلازم ان عايز اسالك على حاجه عشان ارجع للاستاذه رغده. انت دلوقتي اتكلمت على اللعيبه وعن علاقتك باللعيبه سواء كانوا لعيبه محليين انت عارفهم او لعيبه يعني افارقه انت اول مره تشوفهم. طب بتتعامل ازاي بلغه الجسد مع الجمهور بقى في المدرجات؟ هل الجمهور يقدر يقيم حكم من اول لحظه من خلال مشيته؟ انا حصل لي موقف جميل في بورسعيد السنه دي في مباراه المصري والاتحاد. كانت الجماهير ويمكن الهاني سليمان حارس الاتحاد كان دخل في مشاده مع لاعب من النادي المصري. فالجماهير هتبتدي تهاجم الهاني سليمان. فانا قبل ما اروح للهاني سليمان وقفت
وحتى الهاني سليمان مع المنتخب العسكري قال لي كان يعني انا بصراحه اول مره اشوف حكم عمل كده والملعب سكت. عملت ايه؟ طب انا وقفت بدراعي وعملت للجمهور كده. يعني انت خاطبت الجمهور مباشره؟ خاطبت الجمهور مباشره. عشان ما يهاجموش الهاني سليمان. عشان انا رايح بقى اتكلم. فانا يعني الموقف يعني ده انت طالب لغه منهم. انا خلاص انا شايف مش عايز حد ينبهني، مش عايز حد يتكلم يعني فاهم. فدي الجمهور حتى سكت، هي لحظه جت. يعني تقصد ان الحكم يقدر يقود الجمهور مش العكس؟ يعني مش الجمهور هو اللي بيقود الحكم؟ ممكن الحكم هو ده المفروض ان الحكم هو اللي المفروض ان الحكم هو اللي يقود. لان لو الجمهور قاد الحكم، الحكم باظت طبعا. والحكم اللي يفقد ثقته في نفسه هو اللي بيأثر عليه الجمهور، هو ده الحكم اللي يستجيب للجمهور. اللي يستجيب للجمهور هو اول ما الحكم، ما ليه الحكم بيصنف الحكام الكبار اللي بيقدر يتحكم، يقدر يعني ايه يتحمل الضغوط المباراه. من ضمن الضغوط اللي بيتحملها الحكم الدولي او الحكم اللي انت بتشوفه طالع حكم قوي حكم كبير، اللي بيقدر يتحكم في ضغوط المباراه. ضغوط المباراه دي من ضمنها الجماهير. ان النهارده تقول حكم كبير يقدر، النهارده احنا بنتكلم على مباراه زي الاهلي والترجي، كله الناس ده مباراه عايزه حكم يقدر يعني يقدر يتحمل ضغوط المباراه، ضغوط الجماهير، ضغوط الاعلام، ضغوط الفرقتين الكبار الاقوياء. في حضرتك اي تمارين بتعملها قبل ما تخش عشان تنظم مثلا نفسك او عشان